هو 13 دول تاني مرة ما ننساش الكلام ده. انا اولا انا عايزه اشكر واحده اسمها استاذه ايناس لطفي، لان هي كانت السبب في ان احنا كلنا اتجمعنا في الورشه دي. وانا كمان هي كل هي موجوده معانا، هي بره. انا عايزه كلنا رايحين الجراج، قاعد عادل في فصل سواق الميكروباص وهو بيتفرج على محمود التبع بتاعه في الموقف، وهو بيحمل الميكروباص وبينادي عرب جراش عرب جراش. لما بيخلص برضه تسمع معايا بدوش عن طريق من مراية الزبائن وشوف الزبائن اللي طبعا ما تغيرش الموت سيريز ولا حاجة. عادي بدوش عن طريق لا قرب يكتب يعمل شيفنج يعمل شيفنج للفيديو فيديك 00 ثاني. اه بعد ما طلع الراجل العجوز ده للولد ربنا ينور طريقه عادل كان نفسه يبقى مكان الولد ده، هي محتاج الدعوه دي قوي، خصوصا هو من ساعه ما شهر رمضان بدا وهو مش عارف يعمل زي رمضان اللي فات وبطل الحشيش في رمضان. صحيح هو بيصلي زي لكن بيطلع من صلاه حاجه يعني. من الاول؟ حس عادل انه كان نفسه يبقى مكان الولد ده، انه محتاج الدعوه دي قوي، خصوصا انه من ساعه ما شهر رمضان بدا هو مش عارف يعمل زي رمضان اللي فات يبطل الحشيش في رمضان. صح هو بيصلي زي السنه اللي فاتت، لكن بيطلع من صلاه العشاء على القهوه في السهره بيشرب حشيش مع اصحابه. طلعت واحده منقبه قال في نفسه انا ما اقعش في حياتي قد طلع اللي فيها واحده منقبه طلع بين شرطه. الاولانيه بتعمل مشاكل والتاني ما بيدفعش اجره. طلع جنبه شاب حوالي 30 سنة أسمر وشعره ناعم، شكله كده موظف في بنك لأنه لابس بدلة وكرافتة وجنبه راجل كبير عنده حوالي 45 سنة. أول ما الميكروباص اتحمل وطلع محمود كان هيقفل الباب، سأله عادل الكنبة اللي ورا أربعة؟ لا ثلاثة، الركاب مش راضيين. خلاص اللي مش راضي يدفع أجرة النفر اللي فاضل. قالوا تعالى ست منقبة كانت قاعدة في الكنبة اللي ورا، أنا هدفع بس خلصنا. دور عادل العربية وأول ما دارت لا الشاب اللي جنبه بيطلع باكل بان بياخد منه واحده ويمضخها بطريقه مستفزه كانه بيتحدى الناس الصايمين. استغرب شويه قال ده اكيد مسيحي. وصرح في ايام زمان لما كان جرجس جاره بيلعب معاهم كوره قدام البيت في الحاره اللي مليانه زينه هم لابسين شورتات بيضة وفانيلات ملونه. يقعدوا يلعبوا لحد الفطار فتقوم جرجس نادي العادل يطلع يفطر معاه. بس الزمان اتغير وبقى كل واحد في حاله ومحدش بقى يفكر في التاني الاول. فترى ام جرجس تدخل الجنه ولا النار؟ دي كانت طيبه قوي. قال عادل نفسه وهو بيفكر لا اكيد تدخل الجنه. وجي هي وجرجس ده حتى الواد جرجس عمره ما شرب سيجاره حتى معقوله ربنا يدخله النار؟ والواد محمود اللي الشيطان مستعيد منه يدخل الجنه؟ الاجره قدام. قالها محمود وهو بيبص على الاثنين اللي قاعدين جنب عادل. بص الراجل الكبير وهو بيديله 100 جنيه وقال له اصل معيش فكه. محمود سال عادل معاك فكه يا اسطى؟ لا. وبص الراجل وقال له يبقى لنا جنيه وربع. الراجل شكره وبعد كده بص عليه في المرايه قال لنفسه بتدقش على الزباين وانت مفيش تجيبك 5 جنيه على بعض. سكت شويه وبعدين قال مين عارف يمكن دول يدخلوني الجنه. بص في المرايه على الناس اللي راكبين الميكروباص وقال يا ترى مين في دول داخل الجنه؟ الراجل العجوز ده اكيد دخل الجنه والواد الصغير اللي جنبه كمان. البنت الجميله دي بقى اللي حاطه كل الاوان في وشها اكيد مش هتدخل الجنه. حتى الست المنقبه دي اكيد مطلعه عين جوزها اكيد مش هتدخل الجنه. لا هي ولا سعاد مراتي. بص على ايد الشاب اللي جنبه يمكن يلاقي الطريق عليه لكن ما لقاهوش. لكن طريقه مضغه اللي بانه استفسده لقيته عايز يعرف هو مسيحي ولا لا. طلع شريط من تابلوه فكر يحط شريط من اللي بيحب يسمعه لكن طلع شريط تاني شريط فاطر للمنشاوي. شغل التسجيل واول ما بدا الشيخ في التلاوه بص على الشاب اللي جنبه وقال له هو بيشرع تسجيل لو ده اقفله. لا ابدا. سكت ثواني وبعدين بص له تاني قال له اسم الكريم ايه؟ محمد. محمد نازل فين استاذ محمد؟ نازل العرب. بص في المرايه لا ست المنقبه بتقول للبنت اللي حاطه مكياج معلش يا بنتي كيس الفلوس بتاعي وقع ممكن تجيبه لي؟ قالتها البنت هي اللي تجيبه اتفضلي شكرا يا بنتي ربنا ينور طريقك. حد رايح العرب تاني غير الاستاذ؟
قالها عادل بمنتهى الجديه للركاب وما حدش رد عليه، ركن على جنب وبص للشاب اللي جنبه وقال له معلش يا استاذ تنزل هنا انا هدخل طريق تاني. ليه؟ ما انت من شويه كنت رايح العرب، ايه اللي حصل؟ طريقه كويسه فاحنا مستعجلين استقرار احنا الجراج. اي على من دي. طيب انا هكمل بقيه التقديم من هنا لان مفيش مكان. مصطفى يا ريت بقى تكلمنا كمان عن قضيه 12 اللي انت قريت القصه بتاعتها ومفيش فرصه تقرا القصه. طب وانا والدتي موجوده في المكان ده. طيب ممكن ترفع ايديها طيب؟ ممكن تفرحنا ده يا جماعه مستغل الطب يعني. السلام عليكم. في الاول يعني الناس اللي احنا لهم شباب مصر منورين الساعه كلها منورين الوظائف كل الناس دي. يمكن اتكلم حاجات كتير كده تجربتي في الورشه ازاي اجيب ازاي ناس ما فيهاش شخصيا مش فاهم ايه السبب اللي كلنا في الورشه دي، بس انا هغير المفروض اقوله وهتكلم حاجه ثانيه خالص. الكتاب ده مش مجرد كتاب، يعني في 600 نسخه 500 نسخه كل واحده مرسومه بايد متلونه كل غلاف من دول معمول. انا اتكلم في تصنيع غلاف، بس الفكره ان كل حد ياخد كتاب من دول بياخد فيه روح حد مننا ريحته، مش بس اللي كتب اللي رسم واللي لون واللي فكر واللي قرا الكتكوت المتن المعمول كل الكلام ده واللي صحح على عشان الكتب 600 مش هصحح فيه صحيح معايا. بس البوينت ان ده مش مجرد كتاب، انا بعتبره عمل ثقافي، يعني رساله لكل حد فينا لما حد ياخده المفروض يحس بالكلام ده. شوف مفروض كل الناس نكشف راس الهدف منه اللي احنا في المقدمه بننقش في الورق فاكس يجي بننقش فيها في حياتنا في ديننا في المجتمع في كل الحاجات. نكشف راس واحد مين تلاته العدد ده ان شاء الله هننقش حاجات مختلفه، بس اول نكشه حبينا تكون مختلفه فنورت من حاجات كتير. فكانت استمتعوا بالكتاب جدا عليكم ان شاء الله، واعتقد دي كل حد غيري كلم في الورشه عشان بجد كان نفسي اشكر كل الناس اللي كتبت الكتاب ده. اسم القصه اللي انت كاتبها ايه؟ المقدم طيب ما علينا. انا اسامي هاب عبد المنعم، انا اتشرف ان انا يعني اسمع الناس دي كتابه. انا طبعا الشكر الكبير للراجل الكبير بتاع القعده دي مستر محمد حسنين طبعا، يعني ما شاء الله عليك ان شاء الله يا جماعه الراجل ده ملوش حل. المهم انا بعد زي ما قلت انا متشرف ان انا كنت مع الناس دي في ورشه الكتابه. اهم حاجه في نكش تراك ان هو كتاب زي ما مصطفى قال ان هو فيه ريحه كل واحد فينا، كل واحد فينا كتب فيه حاجه، كل واحد فينا صحح فيه حاجه، كل واحد فينا عمل فيه حاجه، وفي ناس كتير تعبت قوي في الكتاب دوت. ممكن الناس ما تقولش تعرف ان الكتاب دوت اللي انت هتشتريه ب 5 جنيه انت مش 5 جنيه، انت واخد 5 جنيه بس احنا مش هدفنا الربح المادي خالص من الموضوع زي دوت. محمد هدفه ماشي ولا يعني هتتعبوا بس كله هيبقى محمد اللي ما علينا. هو بالنسبه لنا زي ما قال اسلام هو ما كانش المفروض يقول، بس هو ما كانش ما كانش بالنسبه لنا ان احنا نعمل الكتاب عشان يبقى بكام او نبيعه بكام، بس احنا دايما في فكره عندنا في كيان ان ما ينفعش الحاجه تبقى ببلاش لان ده مجهود ناس لازم على الاقل يبقى محطوط قيمه رمزيه مش ما يبقاش كده. الورشه كان فيها تجارب مختلفه وكان فيها ريحه ناس موجوده جوه الورشه زي ريحه اسلام. والقصه بتاعته من القصص اللي هنسمعها النهارده وهيقولها لنا لانها قصه فعلا مهم ان نقراها دلوقتي، لانها يمكن كان احمد حامد لما طلع حرقنا القصه دي بالذات نعمل لها فهرس كده ونلقم الجمل ونقول معاني الجمل.